أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. بعد أن أعلنت الحكومة إيقاف التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، هي مؤخرا تعلن بطلان الوثائق الحكومية الأخرى ابتداء من بطائق الهوية وانتهاء بعقود الزواج. إذا أعلنت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن بطلان كافة خدمات مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للانقلابيين. وأصدرت المصلحة تعميما لجميع مدراء عموم الفروع بالمحافظات المحررة ومدراء المنافذ البرية والبحرية والجوية بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن مناطق سيطرة الانقلابيين. وقد أكدت بطلان كل ما يصدر عن الانقلابيين من تأشيرات الدخول للأجانب والإقامات بكافة أنواعها وبطائق اللجوء وشهادات الجنسية وموافقات الزواج بالإضافة إلى جوازات السفر. رئاسة المصلحة دعت جميع المواطنين والمقيمين في كافة المحافظات إلى التعامل مع المصلحة التابعة للحكومة الشرعية وفروعها في المناطق المحررة. عن هذا القرار وانعكاساته على المواطنين خصوصا في ظل الحرب والأوضاع الراهنة وما قد يواجهونه من صعوبة للحصول على الوثائق الحكومية من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ابتداء من تكلفة السفر إلى هذه المناطق بالإضافة إلى تكلفة البقاء فيها من أجل الحصول على هذه الوثائق والبدائل التي ستقدمها الحكومة للمواطنين بعد اتخاذ هذا القرار، وكيف سيتحمل المواطنون أعباء كل هذا سنناقشه في حلقة هذا الأسبوع. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع التقرير التالي حول الموضوع. قرارات جديدة تزيد الطين بلة في طريق المواطنين تأخذها الحكومة لمواجهة الميليشيا الحوثية سياسياً، لكن دون إيجاد بدائل وحلول جذرية لعواقبها وانعكاساتها على المواطنين. كان آخر هذه القرارات منع التعامل مع أي وثائق حكومية صادرة عن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. يأتي هذا القرار بعد آخر قضى بمنع التعامل مع جوازات السفر التي يصدرها الانقلابيون وإلغاء كافة خدمات الهجرة والجوازات في مناطق سيطرتهم. التعميم جاء بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وقد وجهته رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى مدراء عموم الفروع في المحافظات المحررة وجميع مدراء عموم المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد. رئاسة المصلحة أكدت في هذا التعميم بطلان كل ما يصدر على الانقلابيين من تأشيرات الدخول للأجانب والإقامات بكافة أنواعها وبطائق اللجوء وشهادات الجنسية وموافقات الزواج بالإضافة إلى جوازات السفر. ودعت رئاسة المصلحة كافة المواطنين والمقيمين في كافة محافظات الجمهورية إلى التعامل مع المصلحة التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية فروعها في المناطق المحررة. قرارات تتخذها الحكومة بشكل مستمر دون الأخذ في عين الاعتبار حالة المواطنين وظروف الحرب التي تقف عائقاً أمامهم للوصول إلى الدوائر الحكومية الواقعة في مناطق سيطرتها ابتداءً من التكلفة المالية للسفر إلى هذه المناطق وانتهاءً بالتحديات التي يواجهها في طريق السفر في نقاط التفتيش الممتدة على طول الطرقات، ناهيك عن أن الحكومة نفسها لم توفر البدائل حتى الآن منذ تعزيز تواجدها في هذه المناطق، إذ ما زالت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عاجزة عن طباعة الجوازات بسبب انعدام توفر الدفاتر. لدينا اتصال في البداية من الأخ بكيل عفيف من مأرب. أهلا بك بكيل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. بكيل، تعليقك حول القرار الصادر من رئاسة مصلحة الهجرة فيما يخص منع التعامل مع الوثائق الصادرة من المصلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. أولا هذا قرار شرعي، قرار يحق للحكومة اتخاذه بكل صراحة وبكل واقعية. أما هذه أمور سيادية، منح الجنسية، قطع الجوازات، هذه أمور سيادية لا يتم المزح بها ولا التفريط بها، هذه أمور سيادية وهم ليست أمور ثانوية سهلة. والقرار جاء متأخر، يجب أن نكون أن نعترف أنها جاء متأخر. وأما حكايات وما قصة معاناة المواطن، فأنا أفضل أو أقترح عليكم كبرنامج أن تستضيفوا
رئاسة مصلحة الجوازات وتسأله ما هي الحلول. هو فعلا المواطن قد يتحمل التكلفة، لكن هذه هي تكلفة وضريبة استعادة الدولة. من سيجيب عليكم ما هي الحلول وما هي لهم مصلحة الجوازات وهم المخولين بهذه الأمور؟ احنا نعاني ان نلمس معاناة المواطن حقيقة، لكن معاناة المواطن ليست بالامر الذي يسمح بالتفريط بامور سيادية مثل هذه الامور. طيب برايك بكيل، ما هي البدائل التي يجب ان تقدمها الحكومة بعد اتخاذ هذا القرار؟ نعم نقف البدائل، يجب على الحكومة توفير الجوازات، يجب ان تسهيل مهمة قطع الوثائق الجوازات أو الهوية عن بعد، زيادة عدد المراكز إصدار الوثائق الحكومية سواء بمأرب سواء بعدن بحضرموت بشبوة بالمناطق المحررة في تعز في عدن، هذه هي البدائل. أما أن نقول من البديل لمعاناة الناس نحن نسمح للميليشيات بالتصرف بأمور سيادية بكل سهولة، أمر خاطئ. طيب شكرا جزيلا لك بكيل من مأرب. اتصال آخر، أهل فهد من المملكة العربية السعودية، أهلا بك فهد. حياك الله أستاذ، يا مرحبا فهد. إلى أي حد هذا القرار الصادر من رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات صائب برأيك؟ مثل هذه القرارات المفروض انها يعني تكون مبكرا من وقت مبكر، وللاسف انه يتخذ قرار في مثل هذه المرحله ولا يوجد خطط يعني واضحه للحكومه، خطط في يعني توفير الوثائق الرسميه للمواطن اليمني. هناك كثير من المواطنين يعني يعبث بهم وفي تنقلاتهم من منطقه الى اخرى، ولو توفرت بعض الدفاتر يعني في احد مراكز الجوازات يعني كثير من المواطنين يستمر لمده 3 أيام 4 أيام قد ربما الى اسبوع على اساس انه يحصل على وثيقه. عندما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات المفروض انه يكون لدى الحكومه ولدى الجهات الحكوميه خطوط، يعني عندها خطط واضحه. عندما وجه سؤال لاحد المسؤولين في الجوازات ما هي الخطط المستقبليه عند اتخاذ مثل هذه القرارات، قال سنوفر الدفاتر وهي ما زالت في مكان. طيب عندما يتم سؤاله متى ستوفر، لا يوجد لديهم يعني وقت محدد. يعني المواطن اليمني الان هو يعني يعبث به في مناطق الحوثي وفي مناطق الشرعيه كذلك. الجواز يعني يصل الى 250 الف على اساس انه يحصل على جواز، تكاليف تنقلات، تكاليف يعني على اساس انه ينتقل من محافظه الى اخرى، هناك اعباء تضاف الى المواطن اليمني. اتخاذ القرارات صحيح انها لابد ان تكون مبكرة يعني في يد الشرعيه، ولكن ما ذنب المواطن ان يتم يعني العبث به من الانقلابين الى الشرعيه؟ طيب برايك انعكاسات هذا القرار على المواطنين في ظل هذه الاوضاع الراهنه؟ الانعكاس كبير جدا، هناك يعني هناك اشياء كبيره يعني تضر المواطن في مثل هذه الاحداث. يعني المواطن اليمني عندما يحتاج الى جواز الى وثيقه رسميه لكي يسهل سفره، طلاب لاكمال دراستهم، ويتفاجؤوا بانه لا توجد دفاتر ولا توجد وثائق رسميه لانهاء معاملتهم، تتفاقم المعاناه لدى المواطن اليمني في ظل اتخاذ قرارات مثل هذه ولا يوجد بدائل يعني واضحه وصحيحه. طيب سؤال اخير لك، برايك ما هي البدائل التي يجب توفيرها من قبل الحكومه بعد اتخاذ هذا القرار؟ البدائل لابد ان يكون يعني البدائل تكون مبكره، يعني توفير مراكز لتسهيل يعني عمليات قطع الجوازات، لتسهيل قطع البطاقات، لابد من توفير مراكز او انه يعني يفتحوا منصات الكترونيه لتسهيل هذه العمليه. اما ان يتم يعني اتخاذ قرارات ولا يتم توفير يعني وسائل متاحه للمواطن اليمني لكي يستخرج اوراقه بطريقه صحيحه وبسهوله فهذا عبث. شكرا جزيلا لك فهد. اتصال اخر، نبيل، اهلا بك يا نبيل. السلام عليك اخ سامي وعلى الجمهور الكريم. نبيل، تعليقك بدايه على هذا القرار الصادر من رئاسه مصلحه الجوازات.
هو كما قال الاخ بكيل هذه اشياء سياديه لانها تتعلق بامور الدوله. ساذكر لك حادثه تاريخيه عند دخول الامريكان والعراق، والكل يعرف ان كانت يد ايران تريد العراق كما هو واضح حاليا. ماذا فعلت ايران في العراق؟ دمرت كل الارشيف الاحوال الشخصيه والجوازات، وبعدها ادخلت من استطاعنا عنه وادخلوا ايرانيين وغيرهم من تجنس وغيره، بمعنى ان الجوازات او الاوراق الرسميه او الاشياء السياديه مثل هذه، والعدو هو الحوثي ويد ايران تعبث كما فعلت في العراق وغيرها، فسيكون تزوير جنسيات وغيرها لمتدربين حزب الله وغيرهم. واعيدك الى حادثه قبلها عن الزياره المكوكيه للمبعوث الاممي لحضور الحوثي للسويد، وبالاخير اشترطوا اخراج جرحاهم، وهؤلاء ليس جرحى كما تشير المصادر، بل هم اسرى، بل هم جرحى من حزب الله وهم يريدون ان يوثقوها رسميا. فهذه جانب فقط لنا في معركه اساسا. الاحوال الشخصيه سواء الاوراق الرسميه، الاوراق التي تتعلق بالامور السياسيه كما قال الكثير وقال قبل المتصلين، جاءت متاخره جدا، لكن ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. الحوثي سيعبث بكل شيء لانه صاحب مشروع سيغير، يريد ان يغير هويه اليمنيين وثقافتهم وغيرهم، فما بالك بالاوراق الرسميه، الجوازات، الاحوال الشخصيه، الاموال التي الاوراق التي تتعلق بمصادر سياده الدوله. لكن في المقابل هو بالفعل المواطن سيعاني، ماذا على الشرعيه في المناطق المحرره ما دام انها اصدرت مثل هذا القرار؟ الكل يعرف ان الازدحام، انا شاهدت بنفسي في مارب ازدحام غير عادي وطوابير الى الشوارع. الحل في مثل هذه الحالات ان على الشرعيه في المناطق المحرره ان توفر الامكانيات اللازمه ان تتعاقد مع موظفين، اذا لم يكن لديها توظيف مثلا الان، تتعاقد مع موظفين لاداره الناس، يكون على فترتين، ويكون ابواب محافظات في كل اداره من ادارات الجوازات سواء في مأرب او عدن او حضرموت او غيرها للمناطق التي تاتي، بمعنى انك تسهل لابناء مثلا عد ان يكون يستطيع ان يذهب الى اداره من الادارات تكون خاصه في عد، في مثلا في مأرب، في عدن، في مثلا حضرموت. هذه التسهيلات، اما ان هو صحيح المختار، لكن ياتي المواطن وعناء السفر وانتقالات الحوثيين وتعنتهم في النقاط وغيرهم والتفتيشات المستمره، يعني يكفي هذه البهذله في الطرقات لاخذ جواز او قطع بطاقه. على الشرعيه في المناطق المحرره ان تكون اكثر راحه لهذا الذي سياتي من خارج المنطقه، ومن خارج مثلا المأرب او حضرموت او المناطق التي فيها التسهيل الزائد لهم اداره كما قلت لك. الحوثي عبث اساسا في كل شيء، يعني الحوثي لا يهمه المواطن، الحوثي اما انت شرعيا تتحمل المواطن الذي تحت ادارته في المناطق المحرره وغير المحرره، انت دوله، انت سياده الدوله، انت معترف عالميا، هؤلاء اصحاب مشروع لا يعبهم لا بمواطن ولا غيره، ولا يمكن ان يخرج الناس الى طريقهم اصحاب مشروع لا يريدون الا تنفيذ ما هو منصوص عليهم من ايران وهم ايادي ايران في المنطقه. اشكرك جزيلا نبيل وانت اشرت، اشكرك يعني شكرا لك نبيل وانت اشرت الى انعكاسات هذا القرار ايضا والبدائل التي يفترض ان تقدمها الحكومه بعد اتخاذ هذا القرار. اتصال اخر، نبيل صلاح من مأرب، اهلا يا نبيل. مساء الخير عليك استاذ سامي وعلى جميع المشاهدين الكرام. فيما يخص القرار الصادر عن رئاسه مصلحه الهجره والجوازات، فيما يخص منع التعامل مع الوثائق الصادره من فروع المصلحه الخاضعه لسيطره ميليشيا الحوثي، الى اي حد هذا القرار صائب برايك؟ اعتقد بان هذا القرار، قرار مصلحه الهجره والجوازات والجنسيه الخاص بإيقاف الوثائق الصادرة عن الإنقلابيين وعن الحوثيين في صنعاء، هو قرار صائب جدا وتأخر كثيرا. طبعا مصلحة الهجرة والجوازات وهذه الوثائق تعد هذه المؤسسات من مؤسسات الدولة، وكان يجب أن تستعيد
دورها في ظل الحكومة الشرعية. ولو أنها تأخرت قليلا القرار كان صائب وصائب جدا. طبعا كانت تمثل هذه المؤسسات من ضمن المؤسسات الميليشيات الحوثي مورد مهم من موارد يعني الموارد التي تعتمد عليها ميليشيات الحوثي كونها مؤسسات إرادية، إلى جانب أنها اعتمدت عليها ميليشيات الحوثي في تزوير وثائق واستخدمتها في يعني في تسفير أشخاص مدانين بالحرب واستقبال أشخاص آخرين من جنسيات لبنانية وإيرانية. إلى جانب هذا نعم القرار لها بعض الانعكاسات على المواطنين بالذات في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات لصعوبة التنقل خاصة إلى محافظة عدن. طبعا يجب أن يترافق مع هذا القرار يعني هذا المطالب موجهة للحكومة الشرعية، أصدرت قرار يجب أن تساهم في يعني تسهيلات لتنفيذ هذه القرارات. طيب برأيك هذه التسهيلات التي يفترض أن توفرها الحكومة بعد اتخاذ هذا القرار، ما الأبرز فيها؟ يعني ما البدائل التي واجب على الحكومة في هذا الوقت توفيرها للمواطنين؟ طبعا هناك عدة تسهيلات يجب أن توفرها الحكومة. أولا مثلا تسهيل التنقل، المواطن لا يستطيع أن يسافر إلى دولة أجنبية بينما لا يستطيع أن يوصل إلى مدينة عدن التي هي ضمن محافظات الجمهورية اليمنية، هذا رقم واحد يعني بسبب التشكيلات المناطقية التي تدعمها الإمارات. مثلا إلى جانب ذلك في محافظة مأرب لنا مثلا حوالي 3 أشهر بدون دفاتر جوازات، دفاتر الجوازات ولا نعرف ما هي الأسباب، رغم أن القضية طرحت في مجلس النواب خلال الجلسات الغير الاعتيادية التي عقدت الأربع الأيام الماضية. طبعا إلى جانب هذا يجب على الحكومة أن تساهم في توسعة هذه المؤسسات أو إنشاء فروع أكثر في أكثر المناطق المحررة حتى يتم استقبال المواطنين ويعني تسهيل معاملاتهم. هذا أبرز ما يمكن أن تفعله الحكومة وهذا هو أقل ما يمكن أن تفعله. نعم شكرا جزيلا لك نبيل من مأرب. حول الموضوع أيضا طرحنا سؤال في الفيسبوك، نستعرض معكم بعض التعليقات. الأخ علي يقول هذا إعلان مهم بالنسبة للوثائق الزواج بطلانها قانونيا وجوازها شرعيا، أما بالنسبة للقضايا الأخرى فبطلانها كليا لعدم شرعية تلك الميليشيات الحوثية الانقلابية، وعلى الحكومة الالتزام بتوفير البدائل. وحول بطائق اللجوء ذكروا الإعلان الحكومي الصادر عن رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات، من هم الذين يبحثون عن اللجوء إلى اليمن غير العناصر الإيرانية واللبنانية التي تهربهم ميليشيات الحوثي لمساعدتهم في الحرب؟ نبيل الفقيه يقول الأصل في هذا القرار منذ وصول الرئيس إلى عدن قبل اندلاع الحرب لأن التصديق عليها يعتبر اعتراف ضمني بالانقلاب، ولكن على الشرعية توفير البديل في المناطق المحررة مثل الجوازات وكذلك البطاقة الشخصية والمعاملات ذات الطابع المالي مثل المرور والجمارك والضرائب. هشام قرارات تزيد من العبء على المواطن الذي لا ناقة له ولا جمل في كل ما يحدث. عبد المجيد يقول والضحية هو المواطن، كان من الأسلم توفير البدائل طريق إلى المحافظات المحررة صعب وشاق، أضيف إلى ذلك أن المحافظات المحررة غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الضخمة، على سبيل المثال جوازات لأكثر من 3 أشهر متوقفة بحجة انعدام الدفاتر. رشاد يقول يتساءل للحكومة منعت السفر بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، هل تقصد الجوازات الخاصة بأعضاء الحكومة لأنهم خارج البلاد؟ مسكين المواطن في الشمال لا يستطيع الذهاب إلى مناطق الحكومة، الحوثي يصفه بالداعش والجنوب يمنعه بحجة أنه دولة منفصلة لا حكومة تحميه ولا يستطيع أن ولا يقدر يتخارج. مسكين المواطن، أما أعضاء الحكومة فحقهم مضمون بالحصول على الجوازات. لدينا اتصال من المملكة العربية السعودية، مختار. أهلا مختار. مختار تعليقك عن القرار الصادر من رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات فيما يخص منع التعامل مع الوثائق الحكومية الصادرة من فروع المصلحة الخاضعة لسيطرة الميليشيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، أنا أرى أن حكومتنا الشرعية تتعظ من القرارات السابقة التي اتخذتها، فإذا ما
فاذا ما ارادت ان تصدر يعني قرارها ببطلان الوثائق الصادره من مناطق سيطره الحوثيين، عليها ان ترجع اولا الى ايام نقل بنك المركزي من صنعاء الى عدن، وما هي المشاكل التي واجهت الحكومه، وكيف ان رواتب الموظفين انقطعت. اذا ارادت الحكومه اليمنيه ان 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 تصدر هذا القرار، عليها اولا ان تتخذ خطوات سابقه، اولى خطوات هذه السابقه على مجلس النواب الان ان يعقد جلسه تهون وان يصوت جميع الاعضاء بتصويت على ان جماعه الحوثي هذه منظمه ارهابيه، بحيث ان العالم الان يتعامل مع الحوثي كسلطات امر واقع. اذا صنفت جماعه الحوثي كمنظمه ارهابيه تبكي امام العالم بان هذه الجماعه لا يمكن ان تصدر من اماكن سيطرتها اي وثائق تخص السياده اليمنيه. ثانيا، يجب الحكومه الشرعيه ان تضع في الحسبان الضغوط الخارجيه، وعليها تضع بالحسبان الميليشيات الموجوده في الداخل، سواء الميليشيات الحوثي او الميليشيات المنتشره في جميع المناطق المحرره. يجب على الحكومه الشرعيه ان تعي انها ستواجه يعني عدو داخلي وعدو خارجي يدعم هذه الميليشيات. ايضا من ناحيه اخرى، مراكز اصدار الجوازات الان في جميع المناطق المحرره، انت تعرف الان كيف الضغط الشديد على هذه المراكز، فما هي البدائل التي اوجدتها الحكومه؟ ثانيا، دفاتر الجوازات، هل تم توفير الدفاتر الخاصه بالجوازات بحيث تكفي او تغطي جميع انحاء الجمهوريه؟ ايضا اخيرا، يجب على الحكومه الشرعيه ان تضع في الحسبان عمليه تنقل المواطنين في جميع المحافظات. هذه الخطوه يا اخي العزيز يجب ان تسبقها يعني دراسه، ويجب على الحكومه الشرعيه ان تتسرع في هذا الموضوع. ونحن يعني نحن لا نريد ان يكون لاي جهه سياديه في الحكومه في الجمهوريه اليمنيه تكون تحت سيطره ميليشيات الحوثيين او غيرها من الميليشيات. يجب ان تكون المناطق السياديه او المناطق او المؤسسات الاراديه تكون في حكم الدوله الشرعيه، ولا نريد اي ميليشيا، ولكن نحن لا نريد ان يتضرر المواطن، ولا نريد ان الحكومه الشرعيه ان تتخذ قرار في النهايه يصير هذا القرار كما صار قرار نقل بنك المركزي اليمني وما حصل بالقطع الرواتب والموظفين والى ما غير ذلك من العرق التي حصلت اليوم. طيب الان بالنسبه لك، ما هي التخوفات او ما هي العراقيل التي تعتقد انها قد تواجه المواطنين؟ يعني الان عمليه اصدار الجوازات من المناطق الخاضعه لسيطره الحكومه هي مستمره ومتواصله رغم وجود بعض الصعوبات ربما. اخي العزيز، نحن مثل ما ذكرت نريد سحب البساط من تحت هذه الميليشيات باي وسيله، ولكن لا نريد للمواطن ان يتضرر. إذا أرادت الحكومة الشرعية أن 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 تتخذ خطوة كهذه، يجب عليها أن تضع في الحسبان العراقيل التي ستواجه المواطن. يعني خير عزيز، هذه يعني هم بالأول والأخير مثل ما ذكرت لك، قبل أن يتخذوا هذه الخطوة، في خطوة هامة يجب أن تسبقها، وهي إدراج التصويت في مجلس النواب على إدراج ميليشيا الحوثي هذه كمنظمة إرهابية. هذه أعتقد هذه الخطوة يجب أن تسبق هذه الخطوات جدا. طيب السؤال الأخير لك حول انعكاسات هذا القرار على المواطنين، يعني أن تقول أنه لا تريد أن يتضرر المواطنين من هذه القرارات، باعتقادك ما الضرر الذي قد يلحق بهم مع صدور هذا القرار والانعكاسات الأبرز؟ أخي العزيز، أنت تعرف يعني المسافة ما بين مثلا مناطق شمال الشمال ومناطق الجنوب ومناطق الوسط، تمام؟ وأنت تعرف أن الآن نحن في حالة حرب، وهناك يعني مطلوبين امنيا لهذه الجماعه للحكومه الشرعيه، ومطلوبين امنيا برضو لجماعه الحوثي. ايضا هناك يا اخي العزيز، الناس الان يمروا في ظروف اقتصاديه صعبه، يعني وستكون يعني هذه يعني ثقيله على كاهل المواطن اليمني. يعني ومن ناحيه اخرى ايضا، لا تنسي الان ان هناك مسافرين الى الخارج، سواء كانوا طلاب الدارسين او التجار الذين يذهبون الخارج او من يذهب الى العلاج او الى غير ذلك. نحن الان في يعني في وقت حرج، يعني نريد ان مثل ما يقول المثال، اذا يدك تحت الحجر اسحبها على شويه، لا تسحبها مره واحده على شله لا تعود شده. يعني نحن نريد ان نسحب البساط على ميليشيا، ولا نريد ان يكون لها تحكم في اي موقع سيادي في البلد، ولكن بحيث لا نريد ان ينعكس هذا على المواطن باي حال من الاحوال. اشكرك جزيلا مختار. اتصال اخر من مارب، الاخ علي، اهلا بك علي.
اهلا وسهلا اخي سامي، سعد الله مساءك وتحياتي لكل مشاهدينا. تعليقك ومشاركتك في موضوع هذه الحلقه حول القرار الصادر في فيما يخص مصلحه الهجره والجوازات بمنع التعامل مع الوثائق الصادره من فروع المصلحه الخاضعه على سيطره الميليشيا. طبعا هذا الاعلان والقرار مهم وتاخر، لكن والتصديق يعني على اي وثائق صادره من المناطق الحوثيه يعتبر اعتراف ضمني بالانقلاب. لكن في بهذا القرار وهذا الاعلان الحكومي الذي اعلنت به الحكومه الشرعيه، يجب على الحكومه اتخاذ البدائل وتوفير البدائل في المناطق المحرره. مثلا يعني لو جينا عند الجوازات ولا البطاقه الشخصيه، ينبغي على الحكومه الشرعيه توفير كروت ودفاتر معظم المواطنين يعني القادمين من مناطق سيطره الحوثي، يعني بعضهم ياتون الى مناطق الشرعيه يريدون الحصول على جواز سفر او بطاقه شخصيه للسفر، وياتون الى مناطق شرعيه ولا يجدون يعني دفاتر او كروت البطاقه الشخصيه. ما زالت مصلحه الاحوال المدنيه مرتبطه بفرق بصنعاء، واي تصديق يعني ياتي من مناطق الحوثي هذا يعتبر اعتراف بالانقلاب. في المقابل يعني نتعلم ونحن نرى المواطنين يعني بكثره يتوافدون على فروع مصلحه الجوازات في عده محافظات والزحمه، ولا توجد اليه لمساعده المواطنين وتسهيلات على المواطنين. نريد نناشد الحكومه الشرعيه يعني بهذا القرار الذي اتخذته ان توفر وتسهل للمواطن يعني الحصول على وثائق رسميه، الحصول على وثائق على جوازات سفر، الحصول على بطائق شخصيه. لماذا الحكومه الشرعيه ما يعني ما توفر قاعده بيانات او تسحب النظام يعني ما زال لحد الان تتحكم به ميليشيا الحوثي؟ يعني هذا نتساءل يعني، ونريد من الحكومه الشرعيه ان تسهل اجراءات المواطنين للحصول على جواز السفر والبطاقه الشخصيه. كذلك يعني المواطنين القادمين الى مناطق الشرعيه ينبغي التنسيق مع السلطات، يعني الان الحكومه الشرعيه عينت محافظين محافظات حتى لمناطق سيطره الحوثي، وعلى المواطنين يعني يعني التنسيق مع السلطات الشرعيه اذا ارادوا قطع الجوازات او اي وثيقه اخرى. وهذا يعني نطالبهم بتسهيل الاجراءات حتى تكون يعني سهله، ويكون هذا القرار الذي اتخذوه في الجانب الصحيح والخطوه الصحيحه. طيب هل فقط هذه البدائل التي اشرت اليها فيما يخص التنسيق ما بين في السلطات ومن المحافظين، ام ربما لابد من توفير بدائل اخرى والعمل عليها بعد اتخاذ هذا القرار؟ يعني نطالب الحكومه بايجاد بدائل اخرى، اذا يعني ياتون ببدائل يعني لتسهيل للمواطنين. هذا الاجراء يعني مهم جدا وهذا القرار مهم، لكن ما هي البدائل التي تتخذها الحكومه الشرعيه؟ ما هي البدائل التي تقوم بها السلطات المحافظات يعني الخاضعة لسيطرة الحوثي؟ يعني الآن محافظين محافظات وكل المحافظات الذي لا زالت تحت سيطرة الحوثي هم في الشرعية، عليهم مساعدة المواطنين في إيجاد هذه الحلول، يعني في تسهيل الإجراءات والمعاملات، خاصة من يأتون إلى مناطق الشرعية للحصول على وثائق رسمية ويأتون ولا يعني يستطيعون الحصول على الجواز إلا بعد شهرين ثلاثة، ولا بطائق ولا كروت. لماذا ما يسهلوا الاجراءات هذا؟ ويعني والمواطنين يتعرضون للابتزاز في نقاط الحوثي، يتعرضون للابتزاز، يتعرضون للاهانات في الطرقات. وبهذا يعني هذا القرار يعني من ناحيه هو ممتاز، ومن ناحيه يعني يتضاعف معنا على المواطن. شكرا جزيلا لك علي محمد بن مارب. اذا وصلنا لختام هذه الحلقه من برنامج المنصه، في الختام تحيه طاقم البرنامج، ونلقاكم الاسبوع القادم بحلقه جديده. في امان الله.